مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ فقرة أخبار الكنيسة في المهجر، حيث قام نيافة الحبر الجليل الأنبا كراس الأسقف العام والنائب البابوي لأمريكا الشمالية بافتتاح كنيسة القديسة العذراء مريم الجديدة بمدينة كوكسفيل بولاية ميرلاند، وقام بصلاة أول قداس في الكنيسة. هذا وقد قام نيافته بصيامة 13 شماسا برتبة إبسلطس. حضر قداس الافتتاح أباء الكنيسة وبعض الآباء من منطقة واشنطن. الكنيسة الجديدة والمبنى به صالة ألعاب للشباب وفصول مدارس الأحد وكنيسة صغيرة وقاعة طعام وحجرات أخرى وأرض بمساحة 66 فدانا.